هاي مدرسة عمر بن الخطاب للبنين، وأرى الطلاب صافين في ساحتها من بعيد. هاي مدرسة الدكتور عقاب كمان، شايف البنات من بعيد بدخلن لصفوفهن. الطقس اليوم ممتاز جدا، ومبارح كمان نفس العملية. يعني في برودة، وهذا ملعب نادي حوار الرياضي في ساحة البركي، ساحة العين. هاي الساعة وهناك ساعة. هاي الساعة 2 حسب توقيت نيويورك. هذه حوارة وسط البلد والمنطقة الشمالية، والحارة الفوقة. يا الله، صور الشجرات من الطريق. ما صورنا لكم مش المكر اللي هذا الحوض بيشربن منه، كانوا البقر، وهذا الطابون، وهذا اسمه الصاج. دور ورداتنا في الطريق. هاي مبيني زي التيني.
ما شاء الله وين صارت هذه؟ أتمنى أجيب أربطها. هي عاملة نورة واحدة بس الصفرة. اه شوف البسي وين، شو بتعملوا ليه؟ ها تعالي تعالي تعالي، يلا تعالي. هي تتربص للعصافير والحمام. يا ملعون هذا الشاي الاخضر، اذا ما جربتوه جربوه وزرعوه، ممتاز جدا. تعالي تعالي، تعال تعال. يا الله، إلى هنا ننتهي من هذا التصوير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. لكم أطيب الأوقات من عزت عبد الحميد.